طيب كابتن يمان، عايز ارجع معاك شويه لورا واحكي لنا انت بقى تجربتك في الاحتراف كانت عامله ازاي، واكيد صعوبات كتير قابلتك في تجربه الاحتراف عشان اي لاعب مصري ياخد تجربه الاحتراف يقدر يستفيد من الكلام. والله الموضوع ما كانش بالصعوبه دي يعني، بس طبعا كنت انا صغير، كان عندي 17 سنه، وكان الايجنت بتاعي كان شافني في مع منتخب مصر، كان عندي ماتشين في المغرب وتونس، وبدا يتواصل مع والدي وكده، ورحت عملت تيست. الموضوع صعب في كده بقى، انك رايح تعمل تيست ما مش عارف هتوفق ولا لا، وهترجع تاني فرقتك. وانا كنت طالع طبعا من النادي الاسماعيلي، ما كنتش اخد اذن منهم، كنت طالع من وراهم لاني كنت صغير، فالموضوع كان فيه يعني شويه ريسك وكان فيه شويه خوف يعني. بس الحمد لله يعني، بس الحاجه الوحيده اللي هتخليك انك تحترف وتخليك انك تادي كويس انك تلتزم، هي الالتزام بس في كل حاجه. التزام في كل حاجه انت بتعملها في حياتك، هي اللي هتخليك لعيب محترف ولعيب كويس وتقدر تحترف يعني. ده يمكن نموذج من دولنا محمد صلاح مو يعني. وقتها كابتن برضو كان عندك عروض من الاهلي ومن الزمالك، اتغلبت على كل الموضوع ده ازاي وخدت قرارك انك تسافر وتخوض تجربه الاحتراف؟ والله انا كنت صغير ساعتها، بقول لك حتى العروض اللي كانت موجوده كانت برضو في الناشئين يعني، كان انتقال ناشئين، فما كانش هو بالانتقال اللي هو يعني اللي هو هيفيدك قوي يعني، مع احترامي طبعا لانديه كبيره زي الزمالك او الاهلي، بس كانت خطوه الاحتراف كان نفسي فيها من صغري يعني، وربنا فعلا كرمني. وكنت يعني انا حتى سافرت على باريس سان جيرمان الاول، والايجنت بتاعي ما كانش هيتقاضى يعني مبلغ مالي كويس من الصفقه دي، فبس فاخدني وداني بستاندر ليج اللي هو فريقه القديم، فهناك قدمت عروض، قدمت مستوى كويس جدا، والناس كانت مبسوطه مني جدا، وكنت محبوب جدا هناك في البلد، وكنت مشهور قوي يعني حتى وانا صغير من قبل حتى ما العب في مع الفيرست تيم هناك، كنت مشهور في فريق رديف، وكان في ناس جمهور بيجي يتفرج عليا وكده، وانترفيو مع في التلفزيون والجرايد وكده يعني، فبس فهو اداني هناك وبس، واستفاد وانا استفدت الحمد لله.